يعني انت متفرج عادي قل لي في كومنتير انهو اللوجو اللي يعجبك. اما اليوم باش نحكيو على ثلاثه لوجوات اللي ربحوا التشالنج لوجو ديزاين، وما ليهم ينجموا في كومنتير يفسروا لنا الكرياتيف بروسيس اللي تعداو بيه باش يخلطوا للريزلتا هذايا. دونك من غير ما نطول عليكم، لوجو نمبر 3 رامبيج باي فخر الشرفي. اللوجو تايب مكتوب بالبولد، السلوغان مخدوم باللايت، نشوفوا فينا في الرسمين نتاع السيمبول. دونك برافو بور لا كاليتي دو ترافاي. لوجو نمبر 2 اي اي باي مدامين مواليد 1902. توا كي تتفرج في اللوجو اي اي غمض عينيك 5 سكوند وخذ من بعد ورقه وستيلو وتلقى روحك نجمت تعاود اللوجو كيما هو من غير حتى غلطه. دونك مدامين مواليد 1902 برافو على الخدمه اللي بعثتها. And the winner tonight is B by Lumhu Hajri. أو شو قولكم معلش سمبول كيف ما هكا ما ينجم يكون كان من عند ان ديزاينر عنده على الأقل اكسبيريونس متاع 10-20 سنة في الدومين، على خاطر باش توصل تخلق حاجة جديدة مي اون ميم طون كي تشوفها تحس روحك ديجا تعرفها، تحس روحك ديجا شفتها قبل. دونك لهنا نحكيو على فيزيون و ايماجيناسيون ديزاينر دو لوغو بيان كاليفي. برافو للعباد الكل اللي شاركوا في التشالنج، ونوعدكم اللي فما برشا تشالنجوات اخرين سينون